السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا بالصحة والسلامة إن شاء الله، يتعاد عليكم بالصحيحة. اليوم جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو بغيت نوريكم الطريقة ديال التعمير ديال الطحان ديال الغنمي، الطريقة ديالي ديال اللي كنعمر بها الطحان. عندنا الوصفة سهلة. عندنا البصلة، كناخدو البصلة، كناخدو الربيع، المعدنوس، والعطرية اللي كنديرو، التحميرة، الكمون، الابزار، والملحة، شوية الهريسة، الزيتون مقطع. وانا عندي طريفات ديال اللحم هكايا، اما كديري طريفات اللحم اما كديري الكفتة، على حسب شنو عندك او شنو كتبغي. انا كنبغي طريفات اللحم يجيو فيه باينين، داكشي علاش قطعتهم هكا طريفات، غسلتهم وخليتهم يستكترو. اول حاجه غادي نوجدوا الحشوه ديالنا، الطحانات عندنا هكايا هما. نقطعوا هاد البصله ونخلطوا المكونات ونعمروا الطحان ونديروه في الفران، سواء عرضوه يتشوى. خليكم معايا. قطعوا البصله هي الاولى، قطعها مربعات صغار، بصلة هكايا صغيرة، نحاولو نصغروهم. الطحان كيجي غزال البنات في الفران، أنا كيعجبني في الفران كيجي بحال ديال الزنقة ولا حسن عاد. نعمرو بعض الطريفات ديال اللحم ولا الكفتة إلا بغيتي تطحني هاد اللحم وديري فيه هو بحال بحال. نقطع البصلة هكا كاملة ونخلطو الحشوة. من بعد منين قطعنا البصلة بحال هكا، نجمعو هادشي كلو في إناء الحشوة ونديرو لها العطرية ديالنا ونخلطوها باش نعمرو الطحين. هادي نديرو الزيتون هكا مقطع كيجي مزيان، العطرية، عندنا التحميرة، كامل، ملحة ولا بزار. هاد الهريسة راه عندي حارة، أنا ناخذ منها غير شوية، ديك الساعات اللي بغا يزيد يزيد. هاد الطريفات ديال اللحم والربيع، الربيع شحال ما درتو مزيان كيجي مزيان. المكونات هكايا كاملين نخلطوهم مزيان. نخلطوهم هكايا مزيان باش داك اللحم تدخل فيه الشرمولة. هي هذه الحشوة ديالنا،
بتجي زوينه مع داك الزيتون. نزيدو لها شويه ديال الريع. عندي دابا نجيبو هاد الطحان ونحلوهم. خليكم معايا نوريكم الطريقه كيفاش نحلوهم. غادي نحلوهم نقطعو هكا، نجيبو شي موس ماضي ماضي باش ما يدبناش، ونجيو لهاد الطريف هذا اللي غليظ، هاد الجهه اللي غليظه ماشي هادي، هاد الجهه اللي غليظه هي اللي نحلو غير بشويه. هانتوما هي تحلات، شتي شتي كيفاش تحلات. حنا دابا نمشيو معاها هكايا، وراها كيتحل دغيا غي غادي من هي هذا. هانتوما شتو هكا بيدينا ونحاولو نحلوه، يما ما نضيعوش ما نثقبوش باش ما تخرجش الحشوه. نقلبوه باش نشوفو راسنا شنو كنديرو. هاد الجهة هادي كيدخل بسهولة الموس دغيا، كيتحل كيساع هكا. نحلو تا التالي باش ندخلو الحشوة ديالنا مزيان، نعمروها فيه. نقلبوه هانتوما هو محلول. هو واصل تا التالي تا الحد، اصلا هو كيعمر دغيا. صافي بحال هكا حنا حليناه. نحلو هذا عاوتاني الصغيور، راه تا هو كذلك من هاد الجهة لي كبيرة. صغيور ها هي الحلة فتحة، ومن بعد كندخلو الموس وكنبقاو نحلو بحال هكا. كاين فين ندخل الحشوة، نزيدو نقادو فيها هكا. هي هادي دنس. صافي هما واجدين معانا الطحان، نبداو نعمروهم. نجيب هذا هو الأول، ناخدو الحشوة ديالنا نخلطو هكا مزيان باش العطرية تجانس. نبداو بسم الله، ناخدو بحال هكا. هاهوما الطحان، شتي نزيدو عاوتاني. وراه كيهز الحشوة، كيولي كبير. انا كل عام كنديرو هكا، كنديرو بصلة بزايد ولا ربيع مع كنكونو كناكلو اللحم بزاف، لازم نقصو شوية ديال يدخل هكا بصلة وربيع. نبقاو ندفعو لداخل باش نقادو. داك الطريفات ديال اللحم راه معاهم الشحمة، ولا تلا درنا الكفتة كتكون معاها الشحمة باش كتطلق داك اليدان. بعد ندخلهم للفران وندير لهم واحد لاصوص ديال مطيشة معاهم. هانتوما بقاو دفعو هاد الحشوة من الداخل مزيان، مزال نزيدو نعمرو فيه. هانتوما شوف، من بعد غادي نسدوه. بغيتو ديرو له الخيط ديرو، بغيتو ديرو غير لي داك العويدات السنان ديروهم. هانتوما
كيجي بنين. يعجبكم كنجربوه ديروا له هذه الطريقه، تكثروش فيه ما تكثروش فيه اللحم ولا الكفته بزاف، ديروا فيه هكا البصيله والهريسه والزويتينات. هو البنات هو عامر دابا هكا. انا لو بغيت نزيد نزيد، غير انا بحرا يبقى لي الحشوه للاخر. هو هذا الاول، من بعد نعمرو هاد الصغير حتى هو. هانتوما بسم الله. نصلحوها هكا هي للعشا في هاد الايام. نزيدو لي هاد الشرموله كاع كامل اللي درت، هي جات فيهم. هانتوما راه كيبقى فينا نسدهم، راه نوريكم كيفاش نسدهم. هاهو الطيحان الثاني، شتي كي كيجيو، شتي كي كيجيو البنات. هما هادو غنسدهم دابا وندهنهم بزبيده وندخلهم للفران. انا نجيب العواد السنان وتشوفوا كيفاش نسدهم. ما كنشدو هكا هاد الجناب بحال هكا، بركو هكا لداخل داكشي يدخل. ها هما عويدات السنان ديالنا، نجيبهم نديرو هكا بحال غنخيطو. ها الاولى نزيد وحده اخرى، نقطع ثاني هكا هاد الشيء، ها ندخلو هاد الشيء، نجيو بحال كنخيطو. انا كنشدو مغي بعويدات السنان. كيخرجوا هاد المريقه ديالهم هي اللي نطيبوهم فيها. عاود هذا الثاني تا هو بنفس الطريقه، نضغطوا على هذا الشيء يدخل ونجبدوا هكا هاد الجنيبات باش نسدوه. ناخذ عويدات السنان بحال هكا، هاد العود ما صدقش. نخرجو من هاد الجهة ونعاود ندخلو الجهة الأخرى. ها هما كيتسدو دغيا ساهلين، دغيا بصيفة بقات خارجة من برا ماشي مشكل. هما هادو الطيحان ديالنا، غنديرهم دابا في المقلاة ديال الفران وندهنهم بزبيدة وندلهم بابي الومنيوم وندخلهم للفران يطيبو. منين يطيبو نوريهم، نوريلكم كيفاش جاو وكيفاش التقديم ديالهم. شكرا، خليكم معايا. كنصوبو هاد لاطا بحال هكا اللي كتدخل للفران، كنديرو لها بابي الومنيوم باش ما تحرقش. ونهزو هاد الطيحان ديالنا، ديرو هكا الطيحان الثاني بحال هكا ونقبطو ونديرو الزبيده معاهم باش كيجيو زوينين في هاد الزبده بحال هكا. ديك الزبده كتجي زوينه فيهم. صافي، غادي ندخلوهم للفران بحال هكايا يطيبو
ومن بعد ارجعوا معكم نوريكم كيفاش جاو الشكل النهائي ديالو. ها هو طاب، نحلوه تشوفوا. هي هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. هما هادو الطيحان معمر بالزيتون والبصله والمعدنوس وطريفات ديال اللحم، كنتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا. وشكرا وعيد مبارك سعيد، وتهلاو في راسكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي كومونتير. دمتم في رعاية الله، باي باي.